إذن لدينا هذا المثلث الكبير هنا، وبداخله يوجد هذه المثلثات الأخرى، وأعطيت لنا هذه المعلومات هنا أن المثلث BCD متطابق مع المثلث BCA، وهو متطابق مع المثلث ECD. وبمعرفة هذه المعلومة فقط، ما أريد عمله في هذا الرسم، أريد أن أجد كل زاوية في هذا الرسم. ما هو قياس كل زاوية؟ إذن لنرى ما نستطيع عمله هنا. فلنبدأ إذن بالمعلومة المعطى لنا أولا. إذن نعلم أن المثلث BCD متطابق مع حسنا، نحن نعلم أنه كل هذه المثلثات متطابقة مع بعضها البعض، فمثلا BCD متطابق مع ECD، بالتالي كل أضلاعهما المتقابلة وزواياهما المتقابلة سوف تكون متطابقة. لننظر إلى الترتيب الذي كتبت به، فإن B الرأس B يتطابق مع في هذا المثلث BCD، يتطابق مع الرأس B في BCA. إذن هذا هو الرأس B في BCA، وهو يتطابق مع الرأس E في ECD. إذن كل ما عملته باللون الأرجواني، كل هذه الزوايا متطابقة. وأيضا نحن نعلم أن الزاوية C في BCD، هذه الزاوية هنا متطابقة مع الزاوية C في BCA، الزاوية C هنا، أو أن C هو رأس هذه الزاوية في BCA، وهو أيضا أن الزاوية C أعتقد يمكن أن نسميها كذلك في ECD، لكن في ECD نحن نتكلم عن هذه الزاوية هنا، بالتالي هذه الزوايا الثلاثة سوف تكون متطابقة. أعتقد أنك قد توقعت طريقة للحصول على قيم هذه الزوايا الثلاثة، لكن دعونا نستمر بإلقاء نظرة على كل شيء يخبرون به. أخيرا لدينا الرأس D هنا، إذن هذه الزاوية الأخيرة حيث انتقلنا B، إذن في المثلث BCD هذه الزاوية هنا تقابل زاوية الرأس A في BCA. إذن BCA هذه سوف تتطابق مع هذه الزاوية هنا، هذه في الحقيقة الوحيدة التي لم نسميها بعد، وهذه تقابل هذه الزاوية، هذا الرأس هنا، هذه الزاوية هنا، وفقط لنجعلها متسقة هذه C يجب أن نعلم حولها بالأصفر. بما أنه لدينا كل هذه التطابقات، فيمكننا استخراج أشياء مثيرة حولها. قبل كل شيء هنا الزاوية BCA والزاوية BCD والزاوية DCE كلها متطابقة، وعندما تجمعها كلها تحصل على 180 درجة. إذا وضعتهم بشكل متجاور كما هم هنا، فسوف يشكل زاوية مستقيمة. إذا نظرت إلى أضلاعها الخارجية، بالتالي إذا كانت كل من هذه X، فجمع ثلاثة منها مع بعضها سوف تكون 180 درجة، وهذا يعني أن كل من هؤلاء يجب أن تكون 60 درجة. هذه هي الطريقة الوحيدة حتى يكون مجموع ثلاث أشياء متساوية يساوي 180 درجة، هذا منصف. ما هو الشيء الآخر الذي يمكننا فعله؟ حسنا، لدينا هذان الشيئان هنا، كلاهما متساوي ومجموعهما 180 درجة حيث أنهما متكاملتان. والطريقة الوحيدة ليكون لدينا شيئان متساويان مجموعهما 180 درجة إذا كان كلاهما 90 درجة، بالتالي هذان الشيئان كلاهما 90 درجة، أو نقول هذه زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة وهذه متطابقة معها، فهي أيضا 90 درجة. وبالتالي بقي لدينا هذه الأجزاء الأرجوانية من الزاوية، وهنا فقط نقول حسنا 90 زائد 60 زائد شيء معين يساوي 180 درجة، 90 زائد 60 يساوي 150، فهذه ستكون 30 درجة حتى يكون مجموعهما 180 درجة. إذا كانت هذه 30 درجة فهذه 30، وثم هذا الشيء هنا سيكون 30 درجة. والشيء الأخير، في الواقع عملنا ما قلنا أننا سوف نعمله، فقد أوجدنا كل الزوايا، نستطيع أيضا أن نفكر بهذه الزوايا الخارجية. هذه ليست زوايا خارجية، إنها الزوايا المركبة. إذن الزاوية AC
آسفة، الزاوية ABE، إذن كل هذه الزاوية التي نراها كلها 60 درجة، هذه الزاوية 90 درجة، وهذه الزاوية هنا 30. والمثير هنا أن كل هذه الزوايا الثلاثة الصغيرة كلها لها نفس الزوايا تماما 30 60 90 ونفس طول الأضلاع، ونعلم ذلك لأنها متطابقة. ولكن المثير هو أنه عندما تضعها كلها مع بعضها فإنها تكون هذا المثلث الكبير، المثلث ABE، وهذا واضح أنه ليس مطابق. هذا مثلث أكبر وله قياسات مختلفة لأطواله، ولكن له نفس الزوايا 30 60 ثم 90، وبالتالي هو في الواقع مشابه لكل المثلثات التي تكونه.